ياسين بعيد كده، ما ترميش هدومك في الأرض. حاضر، بس يا ماما الأول اعملي لي الأكل عشان أنا جعان. بس أنا هعمل دلوقتي الحاجة يا حبيبي. الأكل على النار، بس رتب أوضتك، أنت مبهدل الأوضة كده ليه يا سيمبا؟ حاضر يا ماما، بقى هقعد شوية وأقوم أرتبها. برضه ماشي يا سيمبا. يلا يا فلافيل، وخلصت الواجب اللي عليك ولا لسه؟ خلصت يا ماما، وبحضر هدومي كمان عشان بكرة الامتحان هنروح بدري. برافو عليك يا حبيبي. أيوة كده النظام. أيوة يا ماما، وأنا هذاكر دلوقتي وأدخل وأشرب اللبن وأنام عشان بكرة عندي امتحان بدري قوي، ولازم أروح عشان ألحق أدور على اللجنة. لسه يا سيمبا ما حضرتش الهدوم يا حبيبي، أخلص وذاكر شوية. يا ماما حاضر، كمان شوية وهقوم. كل ما اجي لك تقول لي كمان شويه. ينفع كده يعني؟ اوضتك مبهدله والهدوم ما حضرتهاش، ينفع كده برضو؟ يا ماما وقت النوم جه، انا هدخل انام. ما حضرتش هدومك بتاعت المدرسه، بكره الامتحان بدري. حاضر يا ماما، هنام وبكره هصحى على طول وهلبسها على طول. اعتبريني حضرتها بقى يا ماما، هنام شويه واقوم احضر. اما شوفي يا سيمبا، ربنا يستر ما تنامش على نفسك بعد اللعب وما ذاكرتش كده وبوضتك مبهدله، وتصحى الصبح تلف حوالين نفسك كده. لا ما تخافيش يا ماما، كمان شويه هصحى احضر حاجتي كلها وعلى طول هلبس عشان اروح المدرسه. ان شاء الله. ماشي يا سم. اصحى يا فلفول، اصحى يا فلافيل والامتحان. حاضر يا ماما، انا هصحى هو، انا محضر كل حاجه ومحضر كمان هدومي هلبس، وعلى طول اخليك تحضري لي اللانش بوكس وطياره على يا ماما على اللجنه. على طول هروح عشان اخلص بدء كل حاجتي بدري، عشان كده انا حضرت حاجتي امبارح. برافو عليك يا فلافيلو، راجعت اللي عليك امبارح ولا لا؟ انا راجعت كل حاجه من اول الكتاب لاخر الكتاب. ما شاء الله عليك يا حبيب، مرتب دايما وكل مجتهد النصيب. انت اجتهدت وربنا هينجحك باذن الله. يلا يا سيمبا بسرعة، الساعة 8 الا ربع، عمالة اصحي فيك بقالي ساعة، سهران طول الليل على التليفون. يا ماما يا لهوي، الساعة 8؟ ده عندي امتحان الساعة 8، هروح ازاي وهذاكر ازاي وهلبس هدوم ازاي؟ فين الشراب؟ فين الشراب؟ فين الشراب؟ مش قلت لك حضر الهدوم من بالليل؟ ينفع كده؟ ايه ماما راحت عليا يا ماما، مش هعرف انا احضرهم وانا نايم. تحضرهم وانت نايم؟ لا كنت حضرتهم قبل ما تنام، انت مش صغير، انت كبرت، بقيت في رابعه ابتدائي، ما ينفعش اللي انت بتعمله دوت، لازم هدوم المدرسه تحضرها لوحدك من بالليل. يا ماما بقى خلاص، انا راحت عليا نومه. طب يلا بسرعه، فين الجزمه بتاعتك؟ الجزمه بتاعتي مش عارف. يا شبلي يا شبل، فين الجزمه بتاعتي؟ ما شفتهاش يا سيمبا، والله ما شفتها. يا ماما يا ماما، شوفي لي الجزمه بتاعتي في اي حته. يعني الحق احضر اللانش بوكس ولا احضر لك الجزمه؟ ينفع كده برضو؟ ايه الاهمال اللي انت فيه ده؟ هتفضل طول عمرك كده؟ هتيجي هتروح الامتحان متاخر ماشي، ولسه ما رجعتش على اللي انت المفروض هتمتحن فيه. يا ريتني لما كنت جيت امبارح كنت حضرت حاجتي على طول، ما كنتش هعمل كل ده. ورجعت وكل على كل حاجه. انا هدور بقى، ادي الجزمه اهيت، بس الساعه بقت 8 الا 5، الجزمه اهيت والبنطلون اهوت كده نلبسه. يا ماما يا ماما. ايوه يا سيمبا، حضرت اللانش بوكس؟ ايوه اللانش بوكس موجود اهو. يلا حاضر يا ماما، انا نازل اهو، انا فاضل 5 دقايق على الباص ومش هلحق الحقه قبل ما انزل. مش هلحق الباص، الباص بيمشي 8 بالظبط، والساعه دلوقتي 8. طب يلا بسرعه، هتقعد تتكلم كمان؟ اعمل فيك ايه؟ اخلص. بحط اللانش بوكس في الشنطه اهو يا ماما، بحط كراريسي. كان فيها ايه بقى لو كنا حضرنا الحاجه من امبارح؟ اللي انت بتعمله فينا دوت. حاضر يا امي، خلاص اهو انا نازل. استنى يا عمو، استنى يا عمو، استنى. يلا يا سيمبا، كل ده تاخير؟ ينفع كده؟ ده انت عندك امتحان النهارده. معلش يا عمو. يلا يا ابني، يلا ربنا معاك. يا فلفول يا فلفول، انت ذاكرت؟ اه طبعا يا سيمبا، انت ما ذاكرتش؟ لا لا يا فلفول، انا ما ذاكرتش ولا عارف اي حاجه. ينفع تغششني؟ احنا قاعدين جنب بعض في اللجنه. لا طبعا يا سيمبا، ما ينفعش تضيع كل مجهودي دوت عشان انت قعدت تلعب وما ذاكرتش ولا عملت اي حاجه. اه يا ربي يا ربي، يا ريتني كنت بذاكر، يا ريتني كنت ذاكرت. يلا يا سيمبا اصحى ذاكر يا حبيبي، اصحى يلا.
الحمد لله ده طلع حلو. ده انا لازم بقى ايه احضر حاجتي واعمل كل حاجة عشان ما ارجعش اندم وانا في الباص. يلا يلا يا ماما يا ماما. ايوه يا سيمبا. بص يا ماما، انا حضرت الجزمة بتاعت دهيت وحضرت كل هدومي ورجعت وذاكرت على كل حاجة. انا بقى عشان اصحى بدري عشان الحق الباص. برافو عليك يا سيمبا. اه كده انت ولد شاطر مش سيمبا المهمل اللي بيجي يرمي حاجته ومش عارف هي فين. برافو عليك يا حبيبي. لازم كل الحلويات دي ساجة هتوجعك كده. مش باكل حلويات كتير يا سيمبا عشان توجعني. يا اردون بقى يا اردون، انا كده كده بحب اكل الحلويات بقالي كتير. انت ما تعرفش ان انا باكل حلويات كتير وسنين مش بتوجعني لان انا بغسل قبل الاكل وبعد الاكل. ايوه يا سيمبا، بس دي سكريات والدكتور قال غلط ان احنا ناكل سكريات كتير كده سنانا تدوب. هتروح للدكتور كده يا سيما؟ انت بتقول حاجات كتير عندك حقن. يا اردوم ما تزعلش بقى مني، انا كده كده بحب اكل الحلويات وكده كده انا سناني مش هتبوظ لان انا بغسلها والمعجون اللي انا بجيبه قوي جدا. انا هروح البيت لماما عشان اغسل سناني واكل وانام. حلويات يا ماما واكلتها كلها. يا سيمبا مش احنا قلنا واحدة واحدة عشان سنانك ما تبصش؟ ما انا كده يا ماما مش عارف اكل حلويات تاني، كده كده بغسل سناني بالمعجون القوي بتاعي. برضو يا سيمبا مش معجون وبس، الحلويات الكتيرة دي بتدمر سناننا وبتدمر الصحة بتاعتنا. انت ما بتسمعش الكلام ابدا يا سيمبا، كل يوم كل يوم حلويات كده. يلا يا حبيبي اتغدى واكل الواجب اللي وراك. يلا يا سيمبا ما تضيعش وقت. حاضر يا ماما. الحقيني يا ماما سناني توجعني قوي. ماما انا مش عارفه انام من سناني. يا ماما يا ماما. ايه يا حبيبي ايه مالك بتعيط ليه كده؟ سناني بتوجعني ومش عارفه انام. مش قلت لك يا سيمبا بطل اكل حلويات؟ ايه الحلويات اللي عملت في سنانك كده؟ حتى لو بتغسل سنانك كل يوم لازم برضو تقلل في الحلويات دي. خلاص يا ماما انا مش هاكل حلويات تاني، بس والنبي يا ماما عشان خاطري يا ماما وديني للدكتور سناني بتوجعني قوي. حاضر يا سيمبا. يلا قوم البس بسرعة احنا رايحين للدكتور دلوقتي. ايه يا سيمبا في ايه؟ ايه اللي وجع؟ سناني توجعني قوي ومش قادر كمان. ايه ده يا سيمبا؟ يا خبر يا خبر، وريني كده سنانك. ايه ده؟ ده سنانك كلها مسوسة وسودة. الحقني يا دكتور الحقني بسرعة سناني توجعني. انت اكيد كلت حلويات. اه بصراحة انا كلت حلويات كتير قوي، بس انا يا دكتور غسلت سناني بالمعجون بعد ما خلصت. ازاي بقى حصل في سناني كده يا ابني؟ حتى لو انت غسلت سنانك مرتين بعد ما اكلت الحلويات هي إيه؟ بتدمر الصحة بتدمر الاسنان. بعدين يا سيمبا لو اكلت حلويات كتير في نفس الوقت كده انت ممكن تدخ وتقع في الثانية. وبطل كتر الحلويات اللي انت بتاكلها دي. لو انت هتشتري اشتري قليلة على قدك، مش تاكل كتير قوي من الحلويات عشان كده انت هتتعب. حاضر يا دكتور انا مش هعمل كده تاني. اتفقنا يا سيمبا؟ اتفقنا يا دكتور. باي باي يا دكتور. باي يا سيمبا. هو يا سيمبا عملت ايه يا يا اردون؟ ده انا تعبت قوي وبعد كده مش هاكل حلويات تاني كتيره، هاكل قليله جدا عشان الدكتور النهارده اداني حقنه ووعد ان انا مش هاكل حلويات كتير تاني. الف سلامه عليك يا سيمبا. الله يسلمك يا اردون. هروح انا بقى انام عشان انا تعبت قوي النهارده. باي يا اردون. وكده يا اصحابي خد حكايتنا، اوعوا تاكلوا حلويات كتير وعيد نقلل منها عشان ما تاخدوش حقنه زي سيمبا وتاخدوا علاج، لان الحلويات بتضر الصحه وبتضر السنه. تنسوش تعملوا لايك والاشتراك. وقبل ما نقفل الفيديو يا اصحابي، اصحابي الحلوين متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.